انا مش مصدق يعني، انا ما حدش قال لي والله العظيم. فجاه لقيت الشارع صفر، الشارع صفر رايح جاي، بصيت لقيت عربيات. فالمهم نزل، سلام عليكم، سلم عليها بجديد، عبد الدجاله سلام عليكم، ايه مش هتعملوا لي شاي؟ والله بنفس الطريقه. بصي خلاني اعرفه من زمان. طب احنا عايزين ايه غير كده؟ المثل لاقين ولا تهدين؟ فلوس ايه اللي انا يعني خلاص انا مشهور قوي، ده يسيب لي ملايين. النهارده بيقول لك خد 2 مليون مش عارف، ما ده اللي مزعلني. 2 مليون؟ طب يا ليه؟ لا اقسم بالله ولا طلبت حاجه. ايه ده؟ التلفزيون ده وحش لازم يتغير. ندى الراجل اللي معاه كتبوا على طول، قالوا فورا فين الاعلام؟ قالوا من بعتها له بكره الاعلام بتاع الناس. والله العظيم عمال ابص له بستغرب بستغرب. الكراسي المكسوره دي هات له كرسيين غيره شكلينه. هقول له ايه؟ قعد معاك قد ايه يا عم عبد؟ حوالي بالظبط كامله ربع ساعه الا دقيقه كده، الا دقيقتين. انا ما قعد معايا انا اكني بحلم. هل ده صحيح؟ يعني والله العظيم بكلمك بجد، هل ده صحيح؟ اللي بيحصل ده صحيح؟ ليه الناس تزعل؟ صح. ليه الناس تزعل؟ انا منكم وانتم مني. أيه. نفرح لبعضينا.